الهامبرجر المحشي على طريقتي الخاصة كيتو دايت أطيب شي وأسهل شي وصحتين وألف هنا. ربع كيلو جبنة الموتزاريلا إلى المايكرويف لحد الدوب. هاي الجبنة صارت جاهزة، هلا بدي أضيف كوب كبير من دقيق اللوز، أخلط شوي. ملعقة صغيرة باكينج باودر، بيضة واحدة، أعجن الكل بشكل جيد جدا لحتى أخذ العجينة السحرية. أنا مديت العجينة بهذا الشكل، هلا بدي لحمة أنا مساويها قبل، وبدي فطر. بدي شوية جبنة، كمان قطعة لحمة وشوية فطر وجبنة كمان وأغلف. بياض بيضة أدهنها، سمسم وحبة حبة السودا بدي أنثر عليها، وإلى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا من 10 إلى 15 دقيقة مع المراقبة. وصحتين وألف هنا.